جدد مجلس الوزراء السعودي موقف المملكة الثابت ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر المجلس عن القلق البالغ مما تردد عن عزم الإدارة الأمريكية لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما يعد إخلالا كبيرا بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات الحل النهائي، مشددا على أهمية أخذ الإدارة الأمريكية في الحسبان العواقب البالغة السلبية لهذه الخطوة.